السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع الكثير يسأل عنه، ومثل ما قلت لكم أنا ما عندي خبرة في الموضوع. فمثل ما ذكرنا في الفيديو اللي هو عن تخمير السماد البقري أو السماد العضوي، اللي ما شاف الفيديو راح أيضا يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة. في هذا الفيديو أيضا راح نستعين بخبرة شخص أخبر مني في الموضوع، اللي هو الأستاذ صلاح، راح تتعرفون عليه. ولكن الموضوع اللي هو التركيب أو تطعيم الأشجار بأصناف ثانية، فراح نتناول الموضوع بتفصيل. فمعي الأستاذ صلاح، أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح. أهلا بك، سلام الله. فالأستاذ صلاح راح يبين لنا طريقة مفصلة كيف راح نطعم أو نركب صنفين على هذه شجرة الليمون الصغيرة، هذه ليمون أخضر من نفس الصنف اللي استعملناه في المشروع. من هذه الليمونة الأساس من نفس الشجرة، ماخذينهم ثنتينهم ترقيد هوائي، وأيضا راح يطلع عندكم الرابط حق طريقة الترقيد الهوائي في أعلى الشاشة. فراح أترك الموضوع للأستاذ صلاح يشرح لكم الموضوع بشكل مفصل ومقرب، على أساس نشوف طريقة التركيب وكلنا نستفيد. شكرا أخ عبد الله. هو طبعا باختصار شديد، يعني التركيب هو أن نضيف نوع معين مثلا من الاشجار، او ان مثلا نضيف نفس النوع مثلا، خلينا نقول بس انه يكون ثماره احسن، او انه يكون انتاجه افضل، او يكون اوريدي انه اثمر. فعلى اساس على هذا الاساس ان نحط غصن من هذا النوع على النوع على الاصل اللي عندنا هاي الشجره، على اساس اطلع هاي الثمار. طبعا الحين قلنا اسا عبد الله هاي من طعمها بنوعين، صح؟ صحيح، اي نعم. اوكي، هو الافضل يعني في هاي الحاله ان نطعم على الاغصان اللي شويه يعني تكون كبيره. فممكن مثلا ان نطعمها على هذا زين، ونطعم الثاني على هذا مثلا. اوكي، هاي طبعا الحين نخلي فيها نوعين. اول واحد كاراكارا نيبل اورنج، اللي هو البرتقال ابو صره اللي داخله وردي. طبعا نستخدم لها طريقه القلم او الكليفت جرافتنج. طبعا لازم نتاكد ان الغصن يعني على نفس الجهه، يعني اذا بتلاحظ هذه هني بتكون تطلع الورقه، هني هاي البرعة ماكو، فما يصير مثلا نركبها كذي، لازم نركبها بطريقة صحيحة. يعني لازم نراعي الاتجاه اللي هو فوق وتحت، ايه. لازم نكون واعيين حق الموضوع. ولازم نحاسب طبعا من السكين، يعني هذا أهم شيء، لأنه يعني إذا واجد إصابات ممكن تصيدك من السكين، خصوصا الأغصان تزلق مثلا اللي تكون زلقة شوي. طبعا نجهزها بهاي الطريقة، نخليها بحيث انه اذا دخلناها هني في هاي الشق اللي سويناه بتش ايزي. وطبعا هو الفكرة ما فيها اللحاق بيكون هني في عبارة المنطقة اللي برا، في هذه المنطقة هني، هاي طبعا خشب بيكون، هو يعني على الحواف هذه بتكون اللحاق، وفي نفس الشيء هني اللحاق بيكون هني على هاي الجهة، هاي هني اللحاق ده، وهني بيكون الخشب. فإذا كان هذا الغصن مثلاً أضعف من الغصن اللي بنحط عليه، فنخلي هذه الجهة أو هذه الجهة، بس مو في الوسطى، لازم يكون على جهة معينة إنه يتلامس اللحاق مال الغصن المركب مع الشجرة بهالطريقة. فأهم نقطة في هذا الجانب إن اللحاق من الثنتين يتلامسون.
بالضبط بالضبط. يعني ممكن نخليه دي الجهة أو ممكن نخليه دي الجهة بس مو في الوسط. أوكي. لأن اللحاء هو الجزء الحي اللي هو الجزء الأخضر. بالضبط بالضبط، هو اللي يوصل المفروض الماي أو الغذاء يعني. ولازم تخليه على نفس المستوى. أكو هني يبين أنه على الحافة عضوية. طبعا بعدين تلفه باللف الخاص مع التطعيم لمدة 3 أسابيع، 3 إلى 4 أسابيع إن شاء الله. وطبعا تتأكد أن الغصن ثابت محله، لأن لو مثلا ضرب ضربة وتحرك أو شيء ممكن ما تنجح الجرافت التطعيم. أهم نقطة هني أستاذ صلاح أن هل مهم أن نشد على الشريط؟ إيه؟ الأحسن أن تشد، وفي بعضهم أصلاً يحط لك مثلاً حبل أن كأكسترا فورس، يعني على أساس أنه ما تتحرك بالمولية يعني. بس في أغلب الأحيان في التطعيم بالقلم يكون ثابت يعني، بحكم ان الغصن يكون سميك يعني، فمن نفسه يضغط على روحه. بالضبط. صارت عندها تطعيمة واحدة. هني نقطة مهمة أستاذ صلاح، بس لاحظت أن أنت لفيت البرعم ولفيت الطرف، فهذه كلها على أساس يحفظ الرطوبة ويمنع الجفاف. على طبعًا. أساس ما ينشف. صح. لان انا كنت بسالك بعدين انه الحين لو ركبنا بس هالاثنين هل اقدر ازيل الباقي على اساس ان بس الطاقه تروح عقب ما ينجحوا؟ اوكي الاحسن يعني. اوكي على اساس تضمن يعني انه يكون في اوريدي يعني شيء اكو. بهذا الشكل الحين صار عندنا تركيب نوعين على هذه الليمونة اللي هو نوعين برتقال، فالليمونة هذه راح نركز نموها وانتاجها على نوعين من البرتقال. فمثل ما نصحني الأستاذ صلاح ان بعد ما نتأكد من نجاح التطعيم ممكن نزيل الغصن الثالث دي على اساس طاقة الشجرة كلها تتوجه الى هذه الغصنين المثمرين. ف أستاذ صلاح من خبرتك في عندي بعض الأسئلة اللي ممكن تدور في بال الكثير من الناس. طبعا أول سؤال اللي هو إحنا متى ممكن نسوي عملية التركيب هذه؟ في أي موسم بالضبط؟ هو الكل في يعني تشوف رأي أوادم واجد يقول لك إنه في الربيع زين، بس أنا من تجربة أقول لك إن أي مثلا في أي فصل كانت الحرارة مثلا في الثلاثينات ممكن الطعم يعني، خصوصا هاي الايام الخريف. عندك الخريف الى شهر 4 تقريبا هاي مفتوح الموسم يعني. أوكي. يمكن مثلا في الشتاء تشوف ان ما بتطلع نموات جديده بس ممكن ان يصير التحام. انزين يبقى الغصن اخضر. يبقى الغصن اخضر في الربيع تطلع الاوراق وهذا. اوكي ف عباره الموسم طويل. بعكس اعتقاد بعض الناس انه هو يكون بس في شهر 3 و4. بالضبط.
هل في أكثر من طريقة إن إحنا نسوي هاي عملية التركيب أو التطعيم مثل ما البعض يسمي؟ يعني أنت الحين استعملت طريقة القلم، هل في طرق ثانية؟ في طرق كثيرة كثيرة كثيرة، يعني في عندك مثلاً على الساق اللي هو يسمونه مثلاً التي بودينج أو التشيب بودينج أو اللي هو البارك بودينج، يعني طب وتخيل على قولتهم. هو مجرد ان الفكرة بس تحط الغصن المركب بالطريقة الصحيحة انه بالاتجاه الصحيح وتخلي موازي حق اللي هو اللحاء في الشجرة الاصلية. فيعني اذا مثلا تشوف على الانترنت في طرق سبحان الله اشقد يعني، ويعتمد على مثلا الشجرة نفسها اذا كانت كبيرة او صغيرة، الشيء اللي مناسب حقها. مثلا اذا كانت كبيرة الاحسن نطعم على الغصن الرئيسي نفسه مثلا، او اذا عندك مثلا شجرة من هالنوع بقوم بالقلم واجد اسهل مثلا او اضبط. في طرق شوية تختلف عن القلم، شفت واحد يسوي اللي هو على شكل زي، ما ادري اذا شفتها اللي تصير ويب اند تيل عبارة إيه؟ وجربتها وممتازة لانه عبارة الكامبيوم هاي اللحاء يتصل بكذا منطقة يعني في صح. على الساق صح. وفي نوع اللي يجرحون الغصنين وشجرتين ويركبونهم في بعض إيه؟ ولما يتم الالتحام يفصلون الشجرتين او الشجرة اللي خذوا منها الغصن يفصلونها إيه؟ فهذه بعد يكون فيها نسبة نجاح اعلى لان الغصن ما زال يتغذى من الام. بالضبط بالضبط صح كلامك. اوكي. وفي طرق من شيء، في طرق واجد واجد يعني ان الواحد المفروض يجرب اصلا يعني. الحين عندكم هاي الموسم اخذ لك مقص وخذ لك تشين وقصص يعني. فتنصح بالذات المبتدئين ان يتركون هاي التخوف عنهم وجرب إيه؟ لو خسر 3 أسابيع بتعرف اذا انت سويتها عدل او لا. وكل اللي بتخسره غصن واحد، ما بتخسر النبتة كلها. بالضبط. من ناحية أدوات لسان صلاح، شنو الأدوات الأساسية اللي نحتاجها عأساس نسوي عملية تركيب؟ يعني أنا بالنسبة لي هذا أهم شيء، المقص الزراعي، الكتر، عندك ساتشين مال الكرافت. هاي طبعا يبيعونها هني في المشاتل في كل مكان يعني. وعندك التيب مال الكرافتنج. اوكي. هذه يمكن اهم 3 وحدات. بس طبعا ما ننسى شيء مهم كلش و اللي هو تعقيم. انا هاي ضروري قبل لا استخدمهم لازم اعقمهم، لان خصوصا انا بعد استخدم من عباره من شجره لشجره، فعلى اساس لا انقل امراض، لا انقل افات، لا انقل اي شيء من هالقبيل. انه لازم انظفهم او اعقمهم في البدايه يعني. حلو. فيعني بين عمليه وعمليه او من شيره لشيره مهم ان نعقم الادوات، السكين والمقص الزراعي. حلو. طيب في البعض مثلا يقول ان انا مثلا شفت على النت مثل هذه المقص اللي هو يسمونه مقص مخصوص للتركيب، هل تعتقد ان هاي الشيء اساسي او مهم للمبتدئين ولا ما في داعي نستثمر فلوسنا في هاي الامور؟ ما لي داعي. انا جربت، انا اخذت واحد من هذا واللي اكتشفته يمكن في ناس مثلا يناسبهم، بس انا صراحه ما ناسبني، لان لازم يكون مثلا الغصن اللي بتركب عليه نفس حجم الغصن في الشجره الاصليه. صح. يعني صح. ما بتقدر مثلا عندك حريه الاختيار مثلا مثل ما سوينا في هاي الغصن، انه كان اسمك وغصن اضعف. ايه؟ حلو. فيعني انا صراحه ما عجبتني وما استفدت منها هذه يعني. استخدم السكين ويا المقص هذا يعطيك حريه اكثر في في التنويع، بس ممكن في ناس يستفادوا منه. طيب ومن نوع اللي الشريط اللي انا حصلته مثلا، حصلت هذه النوع، اوكي، فهل تحس ان هذه مناسب نفس دي؟ هو هذا مناسب، ما في اي مشكلة. بس يعني المفروض مكان البرعم ما نغطي، ما تغطي بهذا الا اذا ممكن. انا شوية احسه قوي هذا لانه هو شمعي. تلاحظ يعني اذا تاخذ نتفة تلاحظ ينمغط إلى ما ينقطع.
فهذه مثلا اذا نجحت تطعيمه مجرد هذا بيطلع منه بيقض السيرش وبيطلع النموات الجديده. حلو حلو. ففي هذه النوع اللي هو اللي صاير بلاستيك اكثر ما هو شمعي نحاسب انه ما نلف البراعم، إيه؟ نلف حوالينها مثلا بس طبعا الاحسن تغطيه كامل على حق الرطوبه. فاذا بستخدم هذا مثلا خله هني حق الجوينت واستخدم تشيس مثلا تخليه على هذا يغطي على اساس ان تحفظ الرطوبه. مثلا تشيس اللي نستخدمه مثلا حق السندويتشات اللي فيه شريط انه ينصك حوالينا. طيب مع التشيس وحرارة الشمس ما يصير في احتباس حراري ممكن يقتل ال بالضبط. هاي زين انت جبت هاي الموضوع، لان ويا التشيس لازم تستخدم مثلا الومنيوم مثلا ورق الومنيوم او حتى جريده او شيء انها تخفف الضوء بس اوكي مدة هاي ثلاثة اسابيع. او ممكن ننقل النبتة الى اذا كانت في اصيص الى مكان مظلل، اذا كانت شجرة ثابتة مثل ما ذكرت نحتاج ان نوفر لها بعض الظل. بالضبط. حلو. هل نحتاج نفتح التشيس ونوفر رطوبة بالرش مثلا او شيء بين فترة وفترة او بس مجرد نسكرها؟ بس مجرد نسكرها ساعات، لان لو مثلا رشينا ممكن يسبب هذا فطريات واحنا ما نبى هذا الشيء. فتخليه على الرطوبة في النبتة نفسها يعني. بس على أساس نمنع إن التبخر الزائد. بالضبط. من خبرتك أستاذ صلاح، شنو أهم ثلاث نقاط نراعيها في عملية التركيب في النباتات؟ أوكي، هو طبعاً الوقت مهم، طبعاً النوع لازم يكون نفس الفصيلة، الوقت والنوع، ويمكن موضوع التعقيم طبعا هاي مهم يعني. يعني ما اقدر اقول لك ثلاثة اشياء مثلا اللي هي مهمة يعني، لان كل الاشياء اللي تسويها حق هاي السالفة مهمة. هاي تعتبر يعني تقدر تقول انت قاعد تسوي عملية جراحية حق النبتة. فلازم يكون كل شيء نظيف، كل شيء هذا في صح في شيء. الغصن اللي تركبه يفضل مكان اللي مثلا انت قاعد تطلع اللحاء هني، هاي المكان ما تلمسه بايدك. اوكي. تحاول قد ما تقدر انه ما تلمسه بايدك، على اساس انه ممكن ياثر على نجاح التركيبه نفسها. فالمنطقه اللي نقطعها نحاول ما نجيسها بيدنا، مجرد نمسك وراها ونقطع. واذا تبغي بعد تسهل على روحك الموضوع البس قفازات. قفازات. اوكي. حلو حلو. فهذه سهل علينا الموضوع. من خبرتك استاذ صلاح، طبعا في مفاهيم خاطئة كثيرة عند الناس بخصوص التركيب، وطبعا في فيديوهات كثيرة في اليوتيوب موجودة وتبين لنا مفاهيم غريبة وعجيبة، فيا ريت شوي تشرح حق المتابعين والمشاهدين موضوع المفاهيم الخاطئة لما يتعلق الموضوع بالتركيب او التطعيم في الاشجار. فمن خبرتك شو تشوف هو اكبر موضوع في هالسالفة؟ موضوع الفصيلة. يعني ما يصير مثلا الحين هذه ليمونه نطعم عليها عنبه مثلا، العنب شيء وهذا شيء. اذا هي نفس الفصيله يعني مثلا الحمضيات، اي شيء من الحمضيات، ليمون، برتقال، سنتر، جريب فروت، اي شيء ممكن تركبه. اما مثلا نفس اللي شفناهم الفيديوهات اللي يحط لك مثلا موزه ويخلطها على حساب كيويه وداخل الموزه يكون كيوي، هاي كلها فوتوشوب. ما يعني الواحد المفروض يحاسب انه يعني كومن سنس، هاي مستحيل يصير. صح مستحيل. صح. الموزه شجره مختلفه يعني شبيهه بالنخل. والكيوي شجره عوده يعني مختلفه كليا يعني. من عائله ثانيه. بالضبط. ففي ناس لأن مثلا تسأل تقول مثلا الكيوي اللي الحين بدأ يدخل السوق اللي يكون من داخل في نوع الخط الأحمر أو في احمرار من داخل ويكون طعمه شوي حلو أكثر، فيقول لك هذه فراولة مركبة على كيوي. لا أبدا أبدا، لا هاي ما يصير. هاي الموضوع هم مثلا نفسهم الفواكه في أشكال وأنواع. صحيح. سبحان الله، يعني فارييتيز متعدده. الحين مثلا هذين الانواع اللي حنجيبهم اللي هم الحمضيات، هاي كلها انواع اصليه انه من بلدان معينه وهي طلعت كذي، مو انه مثلا
ان جينيتيكلي مثلا تعديل جيني او كذا او هذا لا هم اصلهم كذي مثل ما يقولون في النخل معرب يعني اي يعني مثلا في ناس عندهم ان البرتقال الاحمر مخلوط يا رمان هاي لا ولا هو مخلوط يا رمان ولا شيء هو مجرد برتقال احمر نعم. يعني في الدنيا كذي موجود صح. اشياء كذي صح وهو لان اللي تراوالي اللي كثير من الناس تغفل عنه انه مو بس اللي احنا نشوفه في السوق هو اللي موجود في العالم صح. يعني في ناس تستغرب لما مثلا يقول لك شفت يزر بنفسجي او يزر اصفر او يزر ابيض شلون يزر ابيض انا اللي اشوفه في البراده او في السوبر ماركت برتقالي كيف هذا الشايع بالضبط يعني الصناعه او تجاره الزراعه مركزه على صنف لان محصوله قوي مقاوم للمرض كذا فيركزون عليه ما يعني ان الاصناف محصوره على هذه يكون اغلب شيء على اللي يعجب الناس يعني مثلا الموز في انواع واشكال بس احنا الشايع عندنا هاي اللي نفس الاصفر اللي هو هاي مال تشيكيتا نعم صحيح ان الكل يزرع هذا النوع لان الناس يبونه يعني شوف ما يروحون للنوع الصغير مثلا او النوع اللي الوانه مختلفه او هذا صح فهذا الشايع يكون يعني اوكي فهذه هم ياثر على تصور الناس فيظن انه اي شيء غير اللي تشوفه في السوق إيه؟ هذه يا انه معدل جيني إيه؟ او تركيب غريب فهاي الاعتقادات تدخل عليه او من التركيب هي فاكهتين مختلفتين ما لهم علاقه ببعض صح؟ فاحيانا الاسامي هي اللي تخدع يعني بسبب انه في بعض من نكهه الفراوله او نكهه مشابهه فيسمونه إيه؟ ستروبري كيوي اي مثلا بس ما له علاقه التركيب ابدا ابدا طيب في الكثير راح يسأل طبعاً أو في ناس تسأل إنه طبعاً الموضوع الحين لما يشوفونه راح يفهمون ولكن مجرد عشان نجاوب السؤال استباقاً له هل في أي علاقة بين التركيب والتهجين والتعديل الجيني؟ هذا لك أشياء مختلفة التركيب مجرد إنه تضيف انت مثلا او تحول الشجره الى نوع ثاني مثلا بس هذيك لا هذيك شغله ثانيه يعني لها علاقه بالجينات وتعرف اللي بيكون في مختبرات يسوونها وهذا هاي لا هاي من مئات السنين لاوادم يسوونها وحق الاكثر من الشجر المثمر مثلا بدل ما انت تنتظر 5-6 سنين على اساس تثمر لك تركبها خلال 3-4 سنوات ممكن تثمر. وطبعا الفكره ان انت تبغي نفس الثمر بالضبط فتنقله، تنقل نفس الصفات. بالضبط. طيب فالغصن المركب هو اللي يتحكم في صفات الثمر والانتاج. بالضبط. الصنف او الجزء المركب اللي مركب عليه يتحكم في حجم النبته. اي بيكون يعني مجرد انه هو نستخدمه كجذور وساق يوصل الاكل يوصل الغذاء والماي حق الاشياء المركبه فيعني هذه بيكون جذور وساق وهذا لين بتكون الشجره النوع اللي نبغيه احنا يعني فمن ناحيه الساق او الجزء اللي نركب عليه في البعض يركب مثلا احنا لو اخذنا نفس المثال على حمضيات وركبنا على صنف مثلا مقزم اوكي فهذه راح يساعدني في ان مثلا احد من حجم الشجرة إلى أي حجم راح توصل مثلاً ما أبغيها توصل إلى مثلاً خلنا نقول 7 متر أو كذا فأركب على شيء مقزم إنه ممكن أحدها إلى توصل يعني نقول 4 متر أوكي. فهل هذه صحيح من ناحية الساق اللي تحت؟ هو شوف أدري عنه مثلاً عندك في المانجو المانجو المفروض يقول لك الأصناف اللي اجلك مثلا اللي هي قزميه المفروض ما تركبها على نوع عادي يعني قزمي لازم تركبها على قزمي والعادي تركبها على العادي لان يقول لك بعدين بعد فتره عقب ما تكبر الشجره وهذا يصير مكان الجوينت مال التركيب يكون فيها مشكله ان ممكن تتفتق او هاي تكبر وهذا يكون اصغر منه مثلا يعني لو عرضه حق الحشرات عرضه حق قصدك انه لو كان الساق عادي حجمه الكامل
وركبت عليه قزمي الساق راح يكبر. ايه وهذيك لا. هذيك راح تثبت. انه يعني بتكبر هذيك بس مو بنفس الدرجة. سرعة النمو ما راح تكون متكافئة. ايه. فالاحسن النوع القزمي تركب عليه قزمي والنوع العادي تركب عليه عادي. حلو حلو. اشكرك استاذ صلاح على هالمعلومات القيمه وعلى هذه التجربه العمليه اللي بينتها لنا. يعني ما نقدر نشكرك كفايه على اللي بينتها لنا اليوم من معلومات ومن تجربه. استاذ عبد الله والله يعني استانسنا وياك اليوم. الله يحييك. ان شاء الله يعني نامل ان الاوادم استفادت. أكيد. ان ما ثقلنا عليهم. اكيد لا بالعكس بالعكس. نتشرف بوجودك استاذ صلاح. الشرف لنا. الله يسلمك. فأتمنى أن الكل يتابع الأستاذ صلاح وراح مرة ثانية يطلع عندكم حسابه في الإنستغرام اللي هو حساب شجرتنا. الأستاذ صلاح يوفر أنواع جدا مميزة من الحمضيات ومن التركيبات المميزة ويعني يحصل عليها من مصادر موثوقة تكون يعني أصيلة أو معربة خالية من الأمراض والفيروسات وهاي شيء مضمون لكم 100%. فدشوا حسابه تابعوا تواصلوا معه اللي له نية انه يجرب هذه التجربة. والأستاذ صلاح ما يقصر معه اي احد بالعكس. بالعكس ان شاء الله حاضرين لكم. فنشكرك مرة ثانية الأستاذ صلاح على انك شرفتنا في القناة وعلى المعلومات. واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات او ممكن تزورون الاستاذ صلاح في حسابه وتوجهون له السؤال مباشره لانه هو الاخبر والافهم في الموضوع. وان شاء الله راح اثنين نحاول نجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن باذن الله. باذن الله. مشكور استاذ عبد الله. حبيبي حبيبي الله يحييك ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. في امان الله. في امان الله.